السلام عليكم، كيفكم يا أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. اليوم نساوي مربى فريز. مرحبا جوارو ينشونا يرحاتنا أم كيهرو مربى فريز شيكن. بسم الله الرحمن الرحيم. أمينوك هنو بكم مر فريزي خو بوكشش سيتشور أوفو و أمينوك نو يوش يوش شيكن أميكي هنو بس سيرا أمينوكن دو تكوكل ام نوكن دشفة ما من اسما شفتين مساوية هيك لحاله هيك مساوي هيك لو نقسمه ام بس يرجيك بس راسه نقص لهذا الاخضر امي نوك نوك جو خلاص كن و امي ديسو شاكري خوجي ابسا كم كيش خوش شاكر تيكني برو كيلوك فريجة مهايا امي شاكر جي ديسو كيلوك تيكني نعم هو قوي قوت غزي يعني هان الشري حاس نوكن رب كيلو بالي نيف كيلو خو دكني سير بو دكني بس مربع بخو ازانم يعني باري اي باري جي يعني چه دكرن جود قوت كيلوك كيلوك بكيلوكي هر تشت كيلوك بكيلوكي اكي تيكاوي كيلوك شاكر كيلوك مثلا هنكي لي چاري چي چيكن جي كندروي جي اوي جي ما باري يوني ام باري دو انا ونو على بينا وادكن بس انا اغنو دو بينا هن هن نيف كيلو دكن نسو يوني پر ادبين او نو بي ونا مقو هر كاس سر زوقي خود شدكي هر كاس سر و كيفي خود شده كي او هر كشي يعني جيجي خير و براكينه جيجي زانه يعني هوا اين زانه مثلا ام شده كن يعني و كل الناس خير و براكي كل بيعرف و كل واحد بساوي الطريقة اللي بدو ياها و اللي بدو ريحه مثل ما قلت في ناس بيحب الحلو كتير زيادة في ناس ما بتحب الحلو وكل واحد بساوي الطريقة اللي بيريحه ما بقول هاي اختيارية شلون ما سويته بس هيك انا عبالكن هيك بساوي انا هاي طريقتي الخاصة اللي كل كيلو مثلا شي كل كيلو شي انا مربى مثلا بتكون ساو انا هيك بساوي ما بحط اقل من او نص كيلو مثلا ثلاث ارباع كيلو لا مثل ما قلت هاي اختيارية الكن امی نکنو کرازی خو مگه خلاص کرن امی نکنو یوشوش خلاص کن امی شکری خو دی ساو بکن امی سر بوار کن امی برن حتی صبح صبح بزنی خوده امی رابن سردن و بکلینه های خلاصنا الفریز عنا هون کیلو فریز حالا هی کاسه بسم الله الرحمن الرحیم هون مثل ما قلت عبا عيرو بهذا الطاسة عندي هون كيلو كيلو سكر هاي صار كاستين هاي ثلاثة متلكن أربعة 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 ويعني شي معلقتين ثلاثة أربع كاسات على الكيلو فريز حطينا وهلا منعيفه لبكره منريحه خلي صار كيلو مي نحن ما تشور كوسا شاكر كرني عمي نحن بلا حطو سبو وعمي سبو عمي ساكن عم كيتشو تشيكن واكيد شكي جي مخير شاكر زيادة كري اكيد شكي شرابي جندي جي تشيكم ازي شرابي شكي مو معنى مشاكر پر كري ازي شكي شرابي جي تشيكم شرابي فريز خوش دوه هلا انا ليش بكثر السكر بدي اطالع كل مثلا مربى اللي ساويته بدي اطالع شرب منه شوي من هالشي عم بكثر السكر مو قلت ما بتكون تكثروا عادي هلا بدي اطالع الشرب منه شوي شي انينه وبكره بنغلي وبنشوف شو بدنا نساوي هبالي من خلع شيكر زيادة كمية بخونا زيادة
ازيدايش كده كمان معناها كي شرابي جندي جي دارخينه امي سبو شو كي خوش تشك جي دارخينه او شرابي هو فيني خوش شرابي فريز اي كراز مثلا اي جلو يمكن تشيكن اي توت يعني اي اوي اي تيو امي تشيكن و امي نسبو امي بيشواكن ام كي ساكم كي تشو تشيكن اي كي مارو تشوبه بيب ان شاء الله بزني خده فتلي اوا غارين ساكا هنا بيتوليه جي اوف ذا دي نادبه ما اوف دار ناكري نوخ نعمل دينين سرغوزي ويش شيكن عمي فيش بكالينن نوخ نو غوزي ما هنگنا ما كالكات عمي بنا يوش بكن هو رجعنا عفنا نهار ليلة كاملة بالليل ساويته والصبح فقت هلا ظهرية تعب ساوي كله صار مي هلا بس ينغلى حطيته فوق الغاز ما حطينا مي ولا شي خليه ينغلى وبعدين نشوف شو بدنا نساوي كمان كافولي من هو هفجي بورتوكي كالكافي هفجي كاف سارة أو بي أمي كافي خروكل شي بسيط بس كاف زيادة أنا بربي أمي كافي خونو بزوري سارة روكل هاي بلش عنا يغلي مربى الفريز بس صار عنا هون رغوة كمان بنضل نشيله ما بنعيف الرغوة قلتلكن شوف شلون صار كله مي شي نهار بجيب كيلو فريز وكرز وتوت هاد الخاص بساوي الشرابات هاي ما بصير كان اول يشيلوا مثلا يشيلوا كاسة يساووا لا الشراب الفريز والكرز والتوت هذا بيجي غير طريقة نساويه ان شاء الله كمان بننزله ما بص لا يطلع بايدي ان شاء الله كل شي بساوي وبنزل وبتستفيدوا اللي ما بيعرف واللي بيعرف ذاتي نعرف روكي ان شاء الله نما قوام كي ما كي نو ماشي هفو يعني او في خوجي دار كافي كي انو نشي في بي نزاني روكي ازي فريزو وينم وكارازو و تمو او هابي تي رش امي وانو هينن اللي تشاري وجي هيا بس نعبر هن هنجي حازكم وكيلي شكرا انا هاوجي وكي في طريقية ازين مروك اكيف شرابكم هو في نيك جرو دلي مرا دوازي دار حمو سريع نيفون كي تاو تشت بهوت تكيني تشيكي امي وي وصفه جي داخلين ان شاء الله وري كي جي امي يعني تشاكل سر يوتيوب ان شاء الله امي يعني حد تشت دستي مدر دكابي امي جي تشيكن بزن خده تعالى يا رب خده قوات كي مادي بوادي جي بجيودي يا رب وامي يوشوش اونوكنا دكالي خورتو کلکت هنو کافی همی کافی خوب زور سر روکن جی کف های هنو کف چی خوب همی نکنو بیسون یعنی وی رب خول چر پر سریعا یعنی نیف ساعته نوخی نیف ساعته چل دقیق خلوص دو بیو دکالی نکنو همی غزی خوب یوش بکن هلا بنوطي الغاز عليها خلي على النار هادية يصير استوي بني كالي فوتو امين اوكنو لحلمين فوتي سو تيكني مقود شي بسيط لحلمي خير اما كمية دك كيلو كيو بس امين اوكنو تافدن بيج دقايدن امين فامدين حطينا ربع معلقة شاي الحليمون هلا خليه يغلى 5 دقايق ينغلى هي صار وبعدين متطفي هلا من هيك نفضي منشوف امن هنا بوشكن ساكن كجام ما هنا كتير بي لونه صار ببي ابل بكي جرمي كوب بلنوكي كده ما صار ببي ساكا او بي غونو بكا او هونو نو هي دغوزي ساكا جيشت هابدا بس هو هونو كير مثلا دغوزي بيتشي خوا بكا و هونو كير يعني خنو شي بسي دغوزي هما تدقو بس قرطو غونو بي معناتا لچاري وا قرطو وقتا هيك بس باكم بتساووا سا ما مريئة ما بسيط نزلوها ما يسميكي كتير ولا مريئة هيك بهالطريقة بتحطوه بالصحن بتشوفوه بتجربوه
هسه عندكم سمك شوي معناتها شو منطفي هلا هيك هلا منطفي طفينا وما فام روند غوزي خو نحن متشكي جونا بسيط هبدا دونك نو فيرا هو في هو يبخو جيناري في كافونو على فريز كافتتي دونك بتشكي صور ببي اما قتل مزي خوكا انا بس يبرد شوي نحطه بالقطر نيس حفولي منها دونك نعمل قتل مزي خوكا بسم الله الرحمن الرحيم سوربي همین اوک رو بوش کن هنو گرک هنو بی هر کیلو فریز ده چرگی کیلو نیف در دکه ها هر بقا ترمیز هر یک کیلو که هک ساوینا خلص عنا حطینا بلا ترمیز حوالی من چه بی خلاص بی ملی چری خواه واجی خلاص گر گو عجبان گو جربینن گو لگو لبخون هک ساوینا تلعنا مربع فریز و سا عجب کن تاكلون بألف صحة وجربتوهن وعجبكن جربوا وتاكلوا ألف صحة ويا رب وهونو تشيبي وباي باي ما تنسونا بالدعم واللايك والاشتراك مشان كل شي كل يوم نساوي شي حلو شي جديد منزل